سلام البنات، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كديره الاحوال ديالكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. البنات كما كتعرفوا ما كنبغيش نطول عليكم لي فيديو بزاف، مباشره كندخل معكم في الوصفه. المهم البنات، اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه خطيره اللي عندها بزاف ديال الفوائد، كتصلح للوليدات الصغار الكبار النساء الرجال. واحد الوصفة خطيرة وعندها بزاف ديال الفوائد. المهم البنات باش ما نطولش عليكم نخليكم مع الوصفة. البنات اليوم جيت نهضر لكم على الثومة، الفوائد ديال الثومة. بزاف ديال الناس كيعرفوا، وبالخصوص انا كنهضر على هاد الثومة الحمراء. يعني هاد الثومة الحمراء راها سبحان الله عندها بزاف ديال الفوائد. الوليدات الصغار اللي عندهم الديدان كما كنقولوا الحنيشات، هادي غادا تهنيك. انا شخصيا كانوا فيا وخديت واحد، كما قلت لكم انا براسي كان في الديدان وخديت واحد الفانيد من الفارماسيان كتباع حبه وحده، ولكن البنات ما دارت لي حتى شي حاجه. درت الاولى والثانيه والثالثه ما دارت لي حتى شي حاجه، ولكن واحد النهار وهي تقول لي جارتي علاش قالت لي ما ديريش الثومه، قلت لها انا ودي الثومه راه كيعاودوا عليها خايبه وهادي وعندها اضرار، حقا كطيب المصران حقا ما صالحاش. قالت لي انا شخصيا كنجربها، وفعلا جربتها صراحه واحد النتيجه خطيره، وما كتعطيكش غير نتيجه، يعني كتعالج الديدان. وتاني نتيجه اللي هي خطيره وجميع البنات كيقلبوا عليها هي زياده حجم المؤخره. البنات الثومه خطيره في زياده حجم المؤخره، ما كتخلي عندك البرد، الديدان، اي ميكروب عندك، صراحه الثومه خطيره البنات، خطيره خطيره. المهم البنات اليوم جيت غنشاركها معكم بابسط طريقه، وكما قلت لكم يعني اللي عندها الوليدات صغار فيهم الديدان، حبه اختي ديال الثوم غداوميها ومده واحد السيمانه ما غاداش تبقاي تشوفي ابدا، غادا تهني تهني. انا اقسم لكم بالله، يعني انا جربتها عاد عطيتها لكم، راه خطيره. راه الدري او البنت واخا تكون عندها يلاه عام، ديري درس ديال الثوم غير صغير غادا تشويه وديري في زيت العود وديري، ابدا غتهني من المشكل ديال الديدان. بالنسبه للبنات اللي باغيين يزيدوا في الحجم ديال المؤخره، البنات خذوا هاد الثومه الحمراء ماشي البيضاء، كنأكد لكم على الثومه الحمراء، حيت الثومه الحمراء عندها واحد الفوائد. يعني كما كنقولوا الثومه الحمراء هي الثومه البلديه، حبه ديال الثومه اختي هانتي كتشويها بحال هكا، كديرها في قطيب وديرها فوق من البوطه كتشوى. والمكون الثاني هو زيت العود، كتشويها كديرها في زيت ديال العود وكديريها على شكل ديال التحاميل. اقسم لك بالله جربيها اختي مده 15، مده 15 يوم غيبان لك الحجم ديال المؤخره ديالك يتبدل. انا البنات ملي كنت استعملتها ما استعملتهاش على زياده الحجم ديال المؤخره، انا استعملتها كان عندي مشكل ديال الديدان وبقيت انا متبعاها ما قطعتهاش حيت لقيت راسي فيها. انفو مني كتبداي كتستعمليها كتخرج داك البرد، يعني كتشمي المده الاولى تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام كتشمي في ذاتك ريحه الثومه، ولكن مزيان كتخرج داك البرد، كتخرج جميع الميكروبات، كتهني من المشكل ديال الديدان. ومني بقيت انا مداومه الوصفه، مني تهنيت من الديدان وانا نقول وعلاش انا مره نبقى نستعملها، مني بقيت كنستعملها كلشي كيقول لي ايوا كيفاش غادا وكتزادي في الحجم ديال المؤخره. وتقريبا البنات دابا انا باش كنستعمل هذه الوصفه جايه دابا لواحد شهر ونص وانا باش كنديرها، راه عندها واحد قلت لكم واحد الفوائد خطيره وصحيه وما عندها حتى شي اضرار. بالنسبه للناس اللي غيقولوا لي حقا كطيب المصران، انا اختي ما انا جامي باش دارت، شخصيا كنقول لك كنستعملها جامي، واش بان ليا فيها شي ضرر، كون كان شي ضرر ما غاديش نحطها لكم. انا ما حطيتها تتاكدت من الوصفه، وكنأكد عليكم البنات اللي يقولوا لي حقا جربتها وما عطاتنيش نتيجه، كنقول لك اختي استعملي الثومه الحمراء، الثومه البلديه هذه كما كتشوفي هذه اللي حاطه لك في الطبسيل. البنات اللي ما عندهم الزيت العود ممكن تستغني عليه، ديري الزيت العادي ماشي مشكل. ان فوا كتشوي الثومه ديالك ها هي كديرها قطيب وديرها فوق من البوطه كتشوى مزيان، كتبان لك هاد القشره ديالها ها هي تحرقات، كتغطسيها اختي في الزيت، هاي كتغطسيها في الزيت ديالك مزيان، كتحيدي لها القشره وكتغطسيها في الزيت مزيان وكديريها على شكل تحاميل. ما قديتيش كديري الثومه صينه كتقسميها على جوج، كديري النص الاول وديري النص الثاني، يوميا استعمليها حتى تبغي تنعسي. اخر حاجه غادي ديريها وغادي تنعسي كتستعمليها وكتخشيها في الفراش ديالك، اقسم لك بالله مده 15 يوم غتبان لك النتيجه.
مهم البنات، صراحة هاد الوصفة ما حطيتها لكم، راه حتى جربتها وشفت النتيجة ديالها، وديجا ناس ديجا بنات كنعرفهم جربوها قبل مني وهما اللي عطاوها ليا، وصراحة راه جربتها وعطاتني واحد النتيجة اللي زوينة، وبغيت نشاركها معكم. المهم البنات باش ما نطولش عليكم، ما تنساوش ديروا لي ابوني لاشين دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. شكرا للجميع ونهاركم مبروك.